تم عرض تريلر جديد لفيلم ذا باتمان اللي متوقع يكون عرضه في 4 مارس 2022، والمعروف ان الجزء ده هيكون من بطولة روبرت باتنسون اللي كلنا عرفناه من سلسلة توايلايت الشيطان. وسيلينا جوميز هنشوفها قريب جدا في السلسلة التلفزيونية Only Murders in the Building مع الكوميديانات المشهورين جدا ستيف مارتن ومارتن شورت. وكمان ما نقدرش ننسى صدور التريلر للفيلم المستوحى من قصة حقيقية بينج ذا ريكاردوس اللي من بطولة النجمة الرائعة نيكول كيدمان.